فتح عين غمض عين ها؟ يعني أكثر من 10 سنين يا أبو كرم حسيناها الحين إنه فتح عين غمض عين فتح عين. صاروا 12 سنة. 81 يوم. جاهزين؟ بإذن الله. شو مشاعرك إنه بقيان 81 يوم؟ بصدق. أنا هذا السؤال تقدر تسألني إياه، ما أقدر أتجرد من ناصر الشخص، من ناصر المسؤول. يعني بالنسبة لي فوق 12 سنة في هذا المشروع، يعني احنا والفريق العمل اللي موجود اشتغل، يعني يمكن شغله الشاغل هاي المشروع الوطني الكبير. فبعد هال 81 يوم عندنا 29 يوم نقدم فيه بطولة استثنائية مثل ما وعدنا ومثل ما احنا خططنا واجتهدنا وعملنا، الباقي على رب العالمين. لكن ما بعد كاس العالم راحة ان شاء الله. حنحكي على موضوع إرث هذه البطولة اليوم. كأنه اللجنة العليا مشاريع والإرث تغيرتوا مسماها؟ لا لا، اللجنة العليا مشاريع والإرث جهة حكومية موجودة. الفيفا جهة موجودة. وعندك شركة كأس العالم قطر 2022 تقريبا تقدر تسمي هذه مظلتها لجنة كأس العالم. يعني هذه الثلاث جهات رئيسية، طبعا مع اللجان الأمنية تقدر تحطهم كلهم تحت مظلة لجنة كأس العالم اللي هي مسؤولة عن اللي هي لجنتكم. يعني أنت رئيس تنفيذي لكأس العالم مع أنك أنت باللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة كأس العالم. يعني لن نحاول أن نعقد إحنا المواضيع طبعا، بس أنت اعتبرها في لجنة كأس العالم فيها جهات كثيرة. طيب موجودة غير اللي شفناه بالتقرير، ليش برأيك كأس العالم مختلفة من بقطر، من الشيء اللي بلش بالأوروغواي 1930 إلى اليوم؟ بصدق أنا ما كنت موجود في 1930 عشان أقول لك عن أوروغواي صراحة، لكن أنا أقدر أقول لك أنت كنت. أنا كنت 1930. شوف، الموضوع كان في تحدي كبير من البداية قبل قطر تفوز. كان في دعم شعبي رسمي من دول المنطقة على هذا الملف. رغم كل التحديات والصعوبة فزنا. صار هذا الملف له طعم خاص. جات تحديات بعد فوز بالاستضافة، تحديات إعلامية، هجمات إعلامية، ضاعفت الجهود، خلت الإرادة والتحدي وصلوا لدرجات يعني نقدر نسميها تحدي بشكل خلينا نقول الشكل العنيف، أن إحنا لازم نثبت كل من شكك بهذا الملف وشكك بقدرة قطر على استضافة كأس العالم. وصلنا إلى إحنا شخصيا ودولة قطر أن هي يعني تكون بطولة كأس العالم بطولة استثنائية. هلا ما يميزها